وخلال استضافته في استوديو مركز الأخبار، أكد سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أكد على دور استضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا 1 وما لها من دور هام وكبير في تنمية الاقتصاد الوطني، فضلا عن النجاح الذي حققته مملكة البحرين والذي أثبت مكانتها عالميا كموطن لرياضة السيارات في الشرق الأوسط. اليوم سباقات الفورمولا بعد 19 عام نعم. أن البحرين تستضيفها وتنظمها، عرف البحرين أولا كموطن لرياضة سباقات السيارات، وهذا يعني شيء مهم أن احنا نضع نفسنا في هذه الخارطة. أيضا أن في هالسنوات ساهم بشكل كبير في ضخ ملايين من الدينار دنانير في قطاعات مختلفة، وهذه قطاعات حيوية كان لها دور في تنمية الاقتصاد الوطني. أيضا الإعلان الجهة المنظمة لسباق الفورمولا أن البحرين تنظم سباقات الفورمولا إلى 2036، هذه بحد ذاته إنجاز ويؤكد مكانة البحرين ونجاحها في تنظيم هذا السباق على مدى السنوات اللي مضت. الحدث قاعد ينظم بشكل ناجح، اليوم أول يوم شفنا في كل مكان أن التذاكر أغلبها مباعة، شفنا أن غالبية الفنادق عندها نسبة إشغال زادت 50% عن الأيام العادية، وعندها يعني نسبة إشغال ب 70-80% في بعض الفنادق، والقريبة من الفورمولا نسبة إشغالها 100% كانت. نعم. أيضا خبراء كانوا يتكلمون أن في العشر سنوات القادمة راح يكون ضخ في الاقتصاد الوطني من عائدات الفورمولا بشكل غير مباشر ما لا يقل عن 4 مليار دولار، يعني دينار بحريني، بمعنى انه سنويا راح يحقق 400 مليون دينار اضافه تدعم الاقتصاد البحريني. نعم.